حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. موضوعنا الاول والترند الاول اللي عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، طبعا بالآونة الأخيرة أكو صارت فترة اللي صار فترة أنه صار أكو جفاف بالأنهار والمياه والهواي هواي من الأمور، بس أكو شغلة جفت هي ما أعرف شنو، شغلة عجيبة غريبة ظهرت أمامكم على الصورة. البعض راح يتذكر شنو اسم هذا المكان، شنو اسم هاي البحيرة الصغيرة او العين هاي الصغيرة هاي اللي تطلع الكبريت. اللي امامكم واللي مع الاسف جفت هي تعتبر واحدة من يعني ارث تاريخي، يعني لسنوات اعتقد قرون، يعني ما اريد ابالغ ما اريد اقول اكثر. اللي قدامكم هي تسمى باللهجة الدارجة حا يوسف، ولكن اسمها هي الحاج يوسف، بركة، هي بركة للكبريت. الناس أحيانا تذهب إلى هذه البركة وتجيب المي أو الطين اللي موجود عبارة عن اللي يحتوي على الكبريت، اللي عندها أمراض جلدية، اللي عندها أمور يعني مشاكل بالجلد بالجسم، ربما قد هذا الكبريت يعالج هذه الأمراض أو هذا النوع من المي أو النوع من الطين هذا اللي يعني يدهنون بالجسم يعالج هذا الموضوع. وصار يعني بكثير من الحالات، يعني بالنهاية احنا ما نعرف لا هو مثلا علاج، لا احنا أطباء حتى نعرف بهذا الموضوع، لا احنا كيميائيين حتى احنا بالنهاية هو بركة. هاي البركة قلت لكم هي لسنوات معروفة والأغلب الناس يعرفها، حا يوسف يعني حا يوسف يعني بدياله، اسمها الحاج يوسف يعني، بس مشهورة ب جبنا لك طين مدري مي من حا يوسف، جبنا لك مدري شنو من حا يوسف اللي يصير بيه أمراض جلدية وغيرها. حالها حال الأهوار وحالها حال الأنهر وحالها حال البحيرات بالعراق، أيضا وصلها الجفاف وأصبحت على ما هي عليه الآن بهذه الصورة. هي عبارة عن بركة صغيرة جفت تماما تلاشت لأسباب عديدة، يعني بالنهاية احنا ما نعرف منبعها شنو، مياه هل هي مياه جوفية، اعتقد هي مياه جوفية او ما اعرف الكبريت يطلع من الارض او مياه امطار، ما نعرف احنا بالنهاية انه هي مين تنبع او شنو مصدرها بالمياه. بس اللي اعرفه شيء واحد انه العراق مقبل عليه كارثة بيئية تكمن بجفاف الأنهر والأهوار والبحيرات. وطبعا احنا بس بهاي الحلقة عندنا موضوع آخر، يعني فيديو آخر من الأهوار، إن شاء الله بفقرة ترند تيوب راح نطلعكم على هذا الفيديو. يعني ممكن هسه أوكي هاي بركة صغيرة بها كبريت أوكي نعدي الموضوع، بس موضوع أو ملف المياه ملف مهم جدا، لأن الشيء بالشيء يذكر مثل ما تعرفون. لذلك على الحكومة الحالية تعالج هذا الموضوع، لأنه ما أعتقد تركيا إذا بقت بهذا العناد وبهذه الأنفة أعتقد راح تسوي مشكلة بين بلدين. لذلك لازم يكون أكو تدخل من يعني أممي، والدليل أنه قبل فترة سمعنا انه اكو رحله الى تركيا رئيس الوزراء برفقه الوزراء والمستشارين ولمناقشه ملف المياه، ما اعرف بعد على اساس هم اطلقوا يعني ما اعرف كم متر مكعب مدري لتر مدري شنو شي يسموه هم، بس ماكو فرق ما بين فرق دجله فرات نفس الشيء. على العموم
نجي لهذا الموضوع في فقرة ترند تيوب. خل أشوفكم الموضوع وتفاصيله، وأيضا بركة حا يوسف. هذه هي البركة التي تقع في محافظة الديالة، حا يوسف بين قوسين الحاج يوسف. بها تنبع كبريت، بها كبريت، هذا الكبريت تدهن به ممكن يعالجك من أمراض الجلدية وغيرها يعني. فجفت حالها حال هواي شغلات. الحوت الأزرق يقول أنت مسمي نفسك الحوت الأزرق، عود ليش يعني؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العراق يصيبه الجفاف، وأعلم أن الله على كل شيء قدير. أما حسام يقول أدنى بهيت هواي، تعالوا الأمور طيبة. عندكم هواي كبريت؟ إذا عندكم هواي كبريت فالأمور طيبة. مصطفى يقول هل مكان مليان ذكريات؟ بالفعل عوائلنا ويعني أهلنا سابقا كانوا يرحون يعني تمليهم الذكريات. يعني اكو ناس كانت طب تسبح بهاي البركة، يعني طب تسبح يعني، وتجيب شغلة وتجيب وياها دبل، أو تجيب وياها جليكان، أو تجيب وياها طاسة. فعلا ذكريات هسه، حتى لو هي كانت ما تعالج، حتى لو هي كانت هيك لمجرد ان الناس مرتبطين بذكرى معينة، هاي الذكريات يعني صعبة انه تروح بسهولة. علي يقول بركة طين السيد حاج يوسف ابو حية في قزانية. قزانية هي قضاء قزانية اللي تابع الأديالة. البركة تقصدها كل الناس تاخذ من طينها الى الامراض الجلدية. احمد يقول حتى البركة جفت بالعراق، هذا يرهم بيت شعر، حتى البركة جفت بالعراق يا عراق، يرهم ممكن. اخر تعليق من عباس يقول اربع صهاريج من حمام العليل يترسنها فول. يلا جيب لنا اربع صهاريج يا عباس التميمي، جيب لنا اربع صهاريج من حمام العليل حتى يترسنها فول على قولتك. هذا كان موضوعنا الاول في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع الحاج يوسف او حا يوسف. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة هو موضوع دائما ما احب انه اسولف واحكي به، دائما ما احب انه كل الناس تقصد العراق، كل الناس تجي الى هذا البلد اللي اصبح واحد من البلدان اللي تقصدها السياح وتجيها من كل مكان، خصوصا بعد ما اندرجت اكثر من شغلة في لائحة التراث العالمي اللي هي بالعراق. دائما كنا نقول يجب ان نشجع على السياحة، يجب ان نشجع على السياحة، لازم نبني فنادق ممتازة، لازم نبني طرق، نعبد الطرق، لازم نسوي بازارات، أمور، شغلات، منتجعات يم الأماكن السياحة. السائح اللي يجي لازم يرتاح، فهو أوردي من راح يرتاح راح ينقل تجربته للغير، فالغير راح يقول أيضاً إذن أنا أيضاً أريد أجي وأشوف هاي الشغلات. أمور كثيرة يعني اللي يدرسون سياحة وفندقة يعرفون هذه التفاصيل. بالآخر 6 أشهر حسب رويترز تقول العراق استقطب 2.5 مليون سائح أجنبي خلال 6 أشهر بسبب التراث التاريخي الغني للبلاد. يعني آخر 6 أشهر 1.5 مليون سائح أجنبي دخلوا للعراق حتى يشوفون الأماكن التاريخية اللي هي أور وبابل، الزقورة، العقرقو، هاي الأماكن كلها التاريخية، سامرة، الملوي، كل هاي الشغلات. هذا آخر 6 أشهر طبوا للعراق 2.5 مليون سائح أجنبي. زين، موضوع مفرح، موضوع يدعو للتفاؤل، بنفس الوقت موضوع يدعو إلى العمل.
العمل بهذا الموضوع يا اخوان. اليوم من العراق يطلع ترند، ترى اليوم احنا طالعين ترند، 2.5 مليون سائح خلال 6 اشهر. مصر مداخليلها هالجد خلال 6 اشهر 2.5 مليون سائح، يعني ما اعرف يمكن بس دبي ايش تدخلها يعني ارقام، ما اعرف 2.5 مليون، يعني تعرفون شنو يعني الكمية الاستيعاب اللي ممكن اعرف استوعبها، يعني 2.5 مليون سائح اجنبي دخل على مود يشوف الاماكن التاريخية اللي للأسف احنا ما معتنين بها العناية الكافية. يعني شلون لباني لها طريق معبد يروح يوديك لها بشكل نظيف، ولا مسيجها بشكل انه يمنع الـ 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 يعني الشغلات هاي تمر بيها تخربها الـ 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 يعني الشغلات اللي ما اعرف شلون اسميها يعني زين، ولا احنا مسوين نظام وهذا وتكيت تدخل تزور المكان وترجع. اعتقد اكو يعني بس الاماكن بيها تكيت واماكن ما بيها زين. بنفس الوقت لا احنا بانين فنادق بهذه المحافظات او بالقرب من هذه الاماكن التاريخية الاثرية، لا احنا بانين اسواقات يعني للبيع مثل هيك مواضيع، يعني تبيع زقورة اصغرها اسويها صغيرة ابيعها مثلا 5000 دينار الوحدة، طبيعي جدا الناس تشتري زين. لا احنا مهتمين بهذا الجانب من حيث الدعاية والاعلان. اليوم اي واحد عنده شيء يسوي دعاية واعلان اله، سواء شخص بسيط عنده باب رزق او دولة عندها فد شيء معين. دبي يومية اعلانات ومدري شنو الشركات على السياحة، مصر كذلك، غير دول المالديف. احنا من عندنا هيك اماكن ما معتنين بيها. وزارة الـ 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 يعني السياحة ما اعرف، يعني اكو شغلات لازم انتو تخطوها، لازم تدعون الناس الى زيارة هذه الاماكن، تدعون الناس من خلال الاعلانات الطرقية بالتلفزيون بمواقع التواصل الاجتماعي. هاي مواضيع لازم انتو يعني تسووها، ترى وهي سهلة يا اخوان، هي سهلة، بس سهولتها بشنو؟ سهولتها انه انا بمكان ما اجيب موظف يجي داوم لي من 8 من 7 ل3 على الحاسبة ويطلع، لو يسوي بريد وصادرة واردة، لو اجيب لي موظف كرياتيف يجي يقعد طاولة شغلة يخترع افكار، تعال بوي فكر لي اليوم انا اريد اعلان هيك اصور، فكر لي سوف هاي فضلت راح ابدع انت شغلات حلوة. ما اظل انا بهذا الفكر القديم مال الدوام والصروح وجاية وصادرة وام القانونية وام المدري شنو. جيب ناس تشتغل على هاي الفكرة، انا وزارة اجيب ناس مجموعة تفتهم سيفيات، هذولا كرياتيف، هذولا يشتغلوا لدعاية بس، ادعو الناس اكثر للدخول الى العراق والاستفادة، وغير الاماكن والفنادق والشغلات اللي اتمنى انه تلتفتون لها. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وايضا ردود افعال المواطنين. رويترز: العراق استقطب 2.5 مليون سائح اجنبي خلال 6 اشهر بسبب التراث التاريخي الغني للبلاد. طبعا تراث تاريخي وغني ما يمتلكه بلد بالعالم، ما يمتلكه اي دولة، ما تمتلك اي دولة بالعالم مثل هذا اللي موجود بحضارة وادي الرافدين، بالحضارة يعني بالعراق. يوسف يقول: والفيزا منين دبروها؟ هذا ايضا موضوع صدق، ترى اعتقد فيزتنا صعبة حال من نطلب فيزا من غير دول، اعتقد فيزتنا صعبة، فبالتالي انت لازم تحسن جوازك حتى تخلي الدخول والخروج وهاي السوالف. يعني المواطن العراقي يسافر لفلان دولة بدون فيزا وهو هم يجينا بدون فيزا او فيزا، فلازم انت تفتح هذه يعني ليش هسه انا كمواطن عراقي اذا ردت فيزا البلجيكا مثلا ما ينطوني، يعني لو اطخ راسي بالحائط يعني ليش، او اذا مثلا ردت فيزا لفرنسا لازم والله انا عندي بنك ستيتمنت، عندي سند مال بيت،
عندي عقار، عندي ضمانات، اروح اقابل اضمن لهم. ليش يعني؟ ليش رايح شو مسواني؟ جوز عندي شغله وراح ارجع، يعني جوز راح رايح سائح وارجع مثلا. فهذا الموضوع ايضا لازم وزاره الخارجيه تشتغل على موضوع الجواز. اليوم يا اخوان ترى مو كل ساعه نطالب رئيس الوزراء الحكومه على انتم كوزارات اشتغلوا. وزاره الخارجيه قبل شويه قلنا السياحه ايش لازم تسوي، بس الخارجيه اشتغل على موضوع الجواز والفيزا. سهل موضوع، سهل موضوع المواطن العراقي والسائح والمواطن الاجنبي اللي يريد يدخل. محمد يقول والموضوع بعده، المستثمرين نايمين ملتهين بالمولات، ابني فنادق، شركات، تورات، سيارات تاخذهم تور وترشح لهم عن التراث اللي هم بصدد رؤيته. اتفق، شركات يعني ابني فنادق وشركات يعني هاي ضروريه جدا. تورات يعني ابني لي ابراج عاليه مثلا هيك فتشي يجي يتونس بيها، او بالقرب مثلا من الزقوره بمسافه ابني لي فتور عالي، برج عالي مثلا، واخلي بيت هذا المكبر ما ادري ايش يصحوا له، تلسكوب ما ادري ايش يسموه، بس مو مال جيمس ويب ما ادري ايش اسمه، هذا الناظور زين، اخليه يباوع من فوق على مثلا الزقوره، من فوق يباوع على هاي. سهل سهل الموضوع، سهل سهل زين، وهم انا تكت واستفاد فلوس وهاي التفاصيل. سيارات تاخذهم اي سياره بالفعل تاخذهم، ناس قايد، واحد قايد يقودهم ويوديهم هيك وهيك. والله سهل الموضوع سهل. فانز قاسم الملاك معلق، هو وين قاسم الملاك؟ شو ماكو مسلسلاته؟ وين التيتي جاب القطار؟ وين الدوبة؟ ما ادري ايش اسمها هاي السيارة الدوبة. وين التاكسي؟ ما خلى وسيلة نقل ما صعد، ما خلى وسيلة نقل ما سواها مسلسل. سوى مسلسل على انه هو طيار، سوى مسلسل انه هو سايق دراجة، سوى مسلسل انه هو سايق تاكسي، سوى مسلسل انه هو سايق قطار، سوى ماك وسيلة نقل ما سوى عليها مسلسل. فانز قاسم الملاك يقولون بارك الله بجهود كل شخص غيور ينطي امل ويبين صورة جميلة عن بلاد الرافدين. يا فان قاسم الملاك يجب أن ترسلوا إلى قاسم الملاك وتقولوا له يجب أن نعمل مسلسل على السياحة. ربما صدق أنا جاي حشش بس جتني فكرة حلوة، لا مسوين مسلسلات عن السياحة، لا مسوين أفلام عن السياحة، سوي له مسلسل مثلا هذا يطلع برمضان يعني، فد عائلة أو اثنين واحد يحب الثاني ويتزوجون أصدقاء مدري شنو عائلة أو هيجي بجانب منطقة أثرية ويشتغلون هم بهذه المنطقة، فراح كواليس يعني تطلع تصير أمور حلوة يعني. بسيطة الموضوع بس شوية أفكر. روني يقول روني العراقي، شلون اسمك روني وشلون عراقي؟ اللي أدري بيه روني لاعب كرة قدم بس والله كان يقول دبلات. يقول روني شيء يفرح القلب بس علينا الاهتمام بالسياحة وبناء الفنادق. مصطفى يقول العراق فيه مواقع تاريخية وطبيعية نافس فيها جميع دول العالم، المؤسف ان الحكومات مقصرة في الاهتمام بها. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع، موضوع السياحة اللي بالعراق. 2.5 مليون خير من الله. موضوعنا الثالث في فقرة فيس تو فيس هو شايفين من واحد يتغدى تطلب عنده شوية نومة، يعني تطلب عنده نومة، يعني يتغدى تطلب عنده نومة، ما أدري ليش يعني. أنا الحمد لله أنا ما أسويها يعني، أنا أي وجبة أكل أقوم أتمشى يعني، لين حتى واحد يهضم الأكل. بس هواية هواية شايفين أكيد يعني، بعد مثلا اذا فطور بعد على الفطور ونام على الصيني على السفره، لو بعد تغدى استوى تغدى رجع لي ورا ونام. هذا موضوع طبيعي يعني، لان واحد يتعب الجهاز الهضمي يبدي يشتغل معده وهاي السوالف فيتعب فيريد ينام. طبيعي تصير بالبيت، اخويا يسويها عادي طبيعي، اكو ناسيه
هي ونايمة ايش تاكل عادي طبيعي. بس ما المطعم يسوي لك ميزة انه انت تاكل وتنام بنفس المكان. هاي شوية موضوع بي واحد من اغرب المواضيع اللي ممكن راح نتناولها في حلقتنا لهذا اليوم. تحت شعار اتغدى وتمدد يعني اتغدى ونام، مطعم اردني يوفر خدمة النوم بعد تناول المنسف. هسه راح اسولف لكم على المنسف شنو، بسبب الخمول الذي ينتاب الزبون بعد تناول الطبق. يعني شوف اول شيء هو المنسف، وهذا صورته عبارة عن شلون احنا مثلا هاي الاكلة الشهيرة بالاردن، شلون مثلا احنا عندنا دولمة او برياني، شلون غير دولة عندهم الكبسة مدري شنو، شلون المندي. هم عندهم المنسف، هذا المنسف عبارة عن تمن ومدري شلون يسووا بلبن مدري بروبة مدري شلون، ولحم على على فستق على مدري شنو، اكلة تخبل يعني من الاخير، اكلة طيبة الى ابعد الحدود يعني كلش طيبة. زين فهذا المطعم تحت شعار تغدى وتمدى، عم تغدى وتمدد زين، يوفر خدمة النوم بعد اكل المنسف. يأدري ليش شنو السبب؟ شنو يعني انا اوفر خدمة للنوم يعني، يعني شنو الميزة بهذا الموضوع؟ الميزة اللي انا ما جاي استوعبها بهذا الموضوع شنو يعني؟ زين ما هو طبيا او علميا ما اعرف شلون اقول لكم، طبيا انه انت من تاكل لازم الاكل يعني لازم شوي تتمشى تحرك نفسك تهضم الاكل يعني. انت تنام راح يصير عندك كرش، يعني راح يصير عندك هيك كرش كبير زين، اوريدي راح تتضايق يعني انت توك ماكل منسف ضارب منسف زين. اك شوف شلون هذا يهبر هيك يهبر هذا هيك يهبر، تتوق ضارب منسف تجي تنام مو راح ينام هنا راح يوقف الاكل هنا راح يوقف ما راح ينهضم. فهذا المطعم الاردني مسويها وكيفين. هذا اغرب شغله ممكن اشوفها بحياتي، مطعم يوفر لك خدمه النوم. لعد شبين احنا نام مره بمطعم يعني المطعم اللي تصير بغداد مال المندي وهاي السوالف، واحد بس ينتجي شويه ما ينتجي هيجي يجوا والله بالكاميرات وهاي ما ادري شنو، ما تشوفون ذوله ما تشوفون جاي يسوون الغدا ونام نام. زين ايش قد ينام؟ سؤال ايش قد ينام؟ ساعة ساعتين نص ساعة؟ اكو وقت محدد؟ العالم الوراء اللي تجي تاكل يعني الطاولات شلون؟ شو وقت تفرغ الطاولة؟ هذا اعتقد فكرة فاشلة ولن تنجح لأسباب كثيرة. خلينا نشوف التعليقات. زيد يقول والقرآن هذا المطعم يفيد أبوي، بس يكمل أكل يرجع ينام ومرات يأكل عشر باي. الوالد الضار ما بيحيل يتحرك. عمر يقول متأكدين ما حاطين شي ويا يعني ايش حاطين مثلا منوم مثلا. أحمد يقول اتعشى وتمشى ايش وقت يستاهل؟ اتعشى وتمشى شو وقت؟ والله انا اريد هذا المطعم ما اتعشى وتمشى، يكون يسوون مكان بمكان شويه تمشي تروح تجي هذا اتعشى وتمشى. تعليق من صادق يقول هذا حلم حياتي المطعم. صادق ضارته قوي بهاي السوالف. حسن يقول هذا المكان اللي يفيدني بس مو خمس دقائق ويقعدوا. ها شو تريد ساعتين؟ تريد تنام الليل كله؟ هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع، الموضوع الغريب العجيب اللي هو موضوع مطعم تتغدى ويتيح لك فرصه انه انت تنام. ما اعرف والله موضوع غريب عجيب. موضوعنا الرابع والاخير في فقره فيس تو فيس، تلفزيون. سابقا كانت تصير اكو مشاكل ممكن بسبب موضوع التلفزيون لانه كان الكل يريد يتفرج. حاليا خلينا نكون صريحين يعني صار اكو يعني مواقع التواصل الاجتماعي قامت شويه يعني
أخذت من حجم التلفزيون، بس هو بالنهاية راح يبقى التلفزيون هو اللي والقنوات هو الشيء اللي أهم ما صار بتاريخ البشرية، من أهم ما صار بتاريخ البشرية. بس يقول لك استطلاع معظم الأزواج يتشاجرون 4 مرات أسبوعيا بسبب التلفزيون. معظم الأزواج يتشاجرون 4 مرات بأسبوع واحد بسبب التلفزيون. ليش يعني؟ والله لو سابقا أقول لك ممكن هو يريد يباوع مثلا مباراة، وهي تريد تباوع مثلا مسلسل تركي. اليوم المسلسل التركي صار على التليفون، يعني طبيعي على التليفون مسلسل التركي صار، والمباراة ممكن يشوفها على التليفون أو بالتلفزيون يعني. فلابد أن واحد يتنازل. تتعاركون 4 مرات على مود التلفزيون، على مود الريموت، ليش؟ خلينا نشوف الدراسة وتفاصيلها، ما أعرف يعني، بلكت الناس عندها تعليقات ممكن توفي، ما أعرف يعني، أنا ما عندي أي معلومة بهذا الموضوع. معظم الأزواج يتشاجرون 4 مرات أسبوعيا بسبب التلفزيون. ما أدري يعني ليش، شنو سببها، ما أعرف. يقول كاظم: صحيح، وأنا صاحب تجربة بهذا. شنو كاظم؟ ليش يعني تتعارك 4 مرات بالأسبوع على التلفزيون؟ يعني واحد بيكون يتنازل حتى ما تعاركون. اكتوبر يقول: والله كلاوات، هو منو بعد يتابع التلفزيون؟ انت ما تتابع بس اكو ناس تتابع. عبد الله احمد يقول: الحمد لله صار لي 5 سنين ما شايف تلفزيون. ايه، لان انت قمت تشوف التلفزيون بالتليفون، لذلك يعني ما تحتاج. خطاب حسين يقول: الاستطلاع يمكن بالادوار الاقصائيه مال الدوله. الظاهر هنا الموضوع بان اي صدق يعني بالادوار الاقصائيه مال دوري الابطال، الرجال يريد يباع السيتي واليونايتد والريال وبرشلونه يعني مثلا اذا باديه لعبه السيتي مثلا، فرضا انه انا متزوج وباديه لعبه السيتي زين او برشلونه دوري الابطال وادوار اقصائيه نهائيه، تجيني تقول لي والله اريد ابغى مسلسل لو فيلم تركي لو ما ادري شنو هاي السوالف، والله الموضوع ممكن يؤدي الى عراك. هسه انا جاي افكر والله ممكن واحد يتعارك، حاجه يبغى مثلا اذا جاي يبغى نهائي السيتي وريال مدريد، شلون السيتي لعب جوله بريال مدريد ومتونس انا عليهم، تجيني مثلا زوجتي تقول لي والله المباوع غير شيء، يعني يمكن موضوع الظاهر عندهم حق، الظاهر اذا موضوع يعني ادوار اقصائيه مال دوري الابطال، لا والله تصير كلات اخوي، يعني تصير كلات رسمي. ابراهيم يقول: الحمد لله ما تصير عندي هاي السالفه لان ما متزوج. وهذا كان اخر تعليق من ابراهيم بخصوص هذا الموضوع، وفي فقرة فيس تو فيس بشكل نهائي. مشاهدينا الكرام، انتهت فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة ترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تنشر وتاخذ اعلى واوسع مشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي. في المستشفى هنالك وسيلتين لنقل المريض، الوسيلة الأولى هي العربة، المريض اللي حالته تستوجب أنه يجلس يقدر يجلس ينقل بالعربة. الوسيلة الأخرى هي السدية، السرير الذي ينقل المريض، السرير الذي يستلقي عليه المريض ويتم نقله ودفعه من مكان إلى مكان، من طابق إلى طابق. ولكن في مستشفى الناصرية هنالك وسيلة ثالثة جديدة انتشرت في هذه المستشفى،
وبعموم العراق وسيلة نقل المرضى الجديدة في هذه المستشفى لنرى ما هي. يعني هاي باع مستشفى شلون مرتبة؟ يعني والله يعني عود اليوم الواقع الصحي بالمستشفى لو بهاي المحافظة مستحيل. يعني باع المستشفى مبينة مرتبة حلوة، المستشفى نظيفة، بس يعني احنا لو طبخه، يعني هذا المثل الدارج، يعني احنا لو مستشفى اجلكم الله قدره كاتلها الوصخ زين بس بيها عرباين وهاي برا، لو مستشفى تخبل جديده تموت نظيفه بس عرباين ما بيها، يعني شنو؟ لو تخلى طلع مخ دويتش دويتش عمي انعم الله، مستشفى نظيفة الناس حياتهم بخير بيها، ننقلهم بالكراسي هذني ولا مستشفى تعبانة وبيها عربانة. هاي صحة ذي قار ولا وزارة الصحة أيضا، بما أنه أنتوا عملتوا عمل حلو بهذه المستشفى، شوفوا المستشفى شبيها ناقص، يعني العربانات وين، العربات يعني وين، بأي مكان. الحجي حجي جايب له وسيلة نقل، الحجي كأنك مسؤول ما تطي، حجي كأنك مسؤول معرت بالكرسي ما ينطي. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. حجي حجينا انت مسؤول كأنك. عباس يقول هاي أجهزة متطورة آخر موديل، بعد المواطن شي يريد؟ سلامتك أريد حبيبي عبوسي، سلامتك. عبد القادر يقول، عبد القادر يقول يعني معقولة مستشفى جديدة وبهذه الحالة ما بيها كرسي عربانة ومسوي هاي شلون هذا هيك، هذا الاصبع هنا هيك مسوي، اي معقولة والله كل شيء يصير، او لا او هو هيك مسوي، يمكن هيك مسوي. صافن صافن ويفكر بيك. ماجد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا بلد الخيرات، بلد النفط، بلد الحضارات، ب 2023 حسبنا الله ونعم الوكيل. على كيفك ترى الموضوع يجوز العربانة، يعني يجوز هواي مرضى، يعني فمو هذا الحكي، مو هذا. آخر تعليق من أمير الشافعي بخصوص هذا الفيديو يقول شيريد الحج بعد؟ طب مريض، طلع مدير عام فعلا، طب مريض طلع مدير عام فعلا، شريد الحج بعد حج شريد ان الله بعد، طب بيت مريض طلعت مدير عام بالكرسي. هذا كان الفيديو الاول اللي عندنا، الفيديو الثاني من نبقى في الجنوب ونبقى في العمارة ميسان وهور الحويزة، شوف الصاير بي ما اعرف، يعني والله ما ادري شو تسولف ايش تحكي على هذا الموضوع. يعني قدامكم الحالة المزرية اللي يا اخي والله ألم من 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 تشوف هاي الشغلات، هاي الفيديوهات، هذا هاي الأهوار في يوم من الأيام بيها مي هواي وبيها ثروة سمكية هائلة وبيها مواشي عايشة بهذا المكان، يعني ثروة سمكية وثروة يعني بالهاي الألبان والقيمر وهاي السوالف كلها، وأيضا حتى ثروة يمكن ثروة باللحم، يعني مواشي هواي بهذا المكان. فاللي اللي هذا هيجي مكان به مي ينتج لك اسماك البان وقيمر وهاي السوالف لحوم وبعد شغلات اخرى يعني ثانيه، ف لمجرد انه راح هذا الشيء خلاص بعد قام لا راح يبقى عندك اسماك، ترفدك من هذا المكان، لا راح يبقى عندك. والسبب انه بلد ظالم جار مثل تركيا، ما اعرف منظر مؤلم، يعني هسه انا من اشوف هذا والله يعني منظر مؤلم.
وفي كل شيء اكو ناس عايشه هنا، تاريخها وذكرياتها هنا، ما تقدر تطلع من هاي الارض. جفت المياه، وين راح يروحون؟ وين راح يروحون؟ ماكو جواب، لان فعلا ماكو جواب. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. بكل شموخ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمار يقول الله أكبر. فائزة تقول يا رب لطفك بينا يا رب. كابتن إبراهيم يقول مع الأسف ذهب كل شيء في بلادي. مهند يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لعلهم يعلمون. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر أيضا صورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو اللي بعده هو لمجموعة أطفال في مجمع سكني في بغداد، جاي يلعبون بس سووا كارثة، يعني سووا كارثة. ما أدري يعني ما تسولف. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. يا طيب مو جاهل دولة سولهم عم يسولهم كارثة، يعني انت تلعب تسوي لك كارثة. هاي في احدى المجمعات السكنية في بغداد، هذول الاطفال الفقرة طيور الجنة، هذول اللي نازلين من قرروا يسوون شغلة ما ادري ايش حرك. شوف هذا ذبها بعدين راد يجي طفيه، والمشكلة اعترف بذنبه، اعترف بالذنب اللي اقترفه، وحس انه اكو شيء خطر جاي يصير، انه يجي طفي دوس عليه، ما يعرف طفل يعني حقه. فهو هو زين اعترف انه هو سوى شيء غلط وسوى شيء ممكن يسبب كارثه، بس القاء اخذت. اتمنى انه يكون ما وصلت الى الشقق ولا وصلت الى الشغلات يعني اللي ممكن تتاذى بسبب هيك اشياء، يعني مواضيع يعني الحريق هذا ما اعرف. يعني اتمنى انه يكون الموضوع على قولتهم بالريش. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. حوراء تقول ما طول هيج عندهم نفس هيج يسوون، الله يستر مني كبرون. والله ما ادري. ام آية تقول الناس اللي معلقين ليش تصور وما تطلع تشوف وما تطلع تشوفهم؟ باي زمن عايشين؟ معقوله ما يعرفون اكو كاميرات مراقبه؟ اي طبعا غير كاميرات مراقبة. نقاء تقول هم زينك كاميرات حتى الاهل يعرفون الملائكة اولادهم ايش دي يسوون. زهرات تقول ترى خطية هم هم ينتورطوا، ما متخيلين هيك حيصير وحاولوا يطفوه اكثر. اي خطية ما حيصير حيصير. نمير يقول المفروض جيبوهم وتعلموهم شلون يطفون هيك نوع من الحريق. ما اعرف، لان طفل يجرب كل شيء. الحمد لله على سلامة الجميع، ولو معلميهم ولو معلميهم كان طفوها بالتراب، التوعية مطلوبة. محمد يقول بدل ما تصور اصيح عليهم واطردهم، لو صاير غدر يفيد التصوير. لو ايش بيك تراي من كاميرا مراقبة، هاي جايبه هيك وجاي يصور من كاميرا مراقبة، يعني بس شنو سالفتك؟ علي يقول تصرف جدا عادي لانه اطفال، التصرف اللي ما عادي انك تصورهم تعرف بخطر. عمي ايش بيك ترى هاي من كاميرا مراقبه، يعني هاي بعدين، يعني هاي مو جاي يصور لايف. يعني على العموم هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو. الفيديو اللي بعده هو اخر فيديو في حلقتنا لهذا اليوم. غريب عجيب، يعني ما ادري لو يعني لو باقي بمكانك ومحافظ على سيارتك افضل، لو ما نازل تنقذ هاي السيارة يعني. خلينا نشوف هذا الفيديو، خلينا نشوفه. يعني راقبوا الفيديو. طب هو دخل بسيارته دعم هاي السياره، اوكي هاي تحركت ما ادري ليش، السايد بريك وين ما ادري، ما اعرف. نزل يريد ينقذ هاي السياره، سيارته اندعمت وهاي وقعت بالمسبح. انت شنو من حظ فقر شايل؟ شنو الحظ اللي انت شايله؟
حظك مبني على شنو؟ ما اعرف يعني. زين زين الاستيارين يعني لا زين هو صدق، وليش ليش فار الاستيارين يعني فار على المسبح؟ ليش عدل الاستيارين حتى بلكي تروح تطلع قبل. زين وانت تنزل من سيارتك ارفع سايد بريك، اطفيها، احلفها، اقول عمي زين وهاي راحت في المسبح، هاي طب راحت طبت المسبح بابا حاك تفضل طبت هاي يمكن اهترت، والله يمكن اهترت هاي طبت جوا، لان ما يعني مستحيل يجي فيديو والله اني يونس شوفه كم مره ما ادري. شوف يعني يعني تباوع عليه زين طب راح راحت هسه ترى راح تبدل دعاميه وشباك وبنيده من رصع، خلينا نشوف التعليقات لان 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 ما ادري يعني هذا الفيديو غريب عجيب. راح خسر السيارتين. الله خلود تقول الله يعوض صاحبه، ايش يعوض صاحبه يا اخوي. زين حازم يقول غلطت انه رجع يشوف عربيته وما ما دور على عربة الاخرين. هو هو شنو يعني بس خلينا نفتهم شغله، هو يعني سوى هسه هو سوى اشفاد المجتمع اشفاد السيارتين، لا هو كمل على ذيك السياره ونقذها ولا هو رجع على سيارته ونقذها، ضيع المشيتين. اخر تعليق من رياض يقول الهاند بريك فالت والجيرة معشق. فعلا فعلا هذا فالت والله ما اعرف يعني. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة نقول لكم في مال الله.